أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لو تكرر الزنا من البكر هل يقتل قياسا على السارق؟ السارق ما هو بيقتل، يقطع أعضاؤه حتى العضو الرابع، فإذا لم يرتدع يحبس حتى يموت، يسجن حتى يموت. وكذلك الزاني البكر إذا تكرر منه الزنا يقام عليه الحد، كل ما تكرر يجلد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.